للمزيد حول القوافل التي يعدها التحالف الوطني معنا عبر الهاتف دكتور وليد عتلم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أهلا بك معنا دكتور. نتحدث عن قافلة وصفت بالأضخم حيث تضمنت العديد من المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية وطعام وأدوية وغير ذلك. ضعنا في تفاصيل هذه القافلة من فضلك. تفضل دكتور. دكتور وليد تسمعني؟ أرحب بك دكتور وليد. دكتور وليد، أسألك عن عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أسألك عن هذه القافلة التي وصفت بالأضخم. هذه القافلة ما محتوياتها، وهل دخلت بيسر أم أنه كان هناك عوائق؟ دكتور وليد. أي فندم، ما فيك. نعم، أهلا بك مرة أخرى، وأسألك عن هذه القافلة التي قمتم بتقديمها للأشقاء في قطاع غزة. وصفت هذه القافلة بالأضخم، ما هي محتوياتها وما تفاصيل هذه القافلة؟ الحقيقة أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الغاشم على أشقائنا في غزة وتحت عنوان كتفونا في كتف أشقائنا في غزة ومسافة السكة لأشقائنا في فلسطين وغزة، التحالف جسد هذا المفهوم تماما وحوله إلى أمر فعلي وواقع. أكثر من 300 شاحنة دخلت، ما يوازي أكثر من 3500 طن مساعدات، وهناك ما يزيد على 500 شاحنة موجودة تنتظر الدخول، ما يزيد على 1500 متطوع مرابط، إضافة إلى أهالي العريش، الكل في ملحمة كبيرة من أجل التضامن مع أشقائنا في قطاع غزة. دكتور وليد، على ما تحتوي هذه الشاحنات؟ الشاحنات بتحتوي بالأساس على مواد إغاثة طبية بالطبع لظروف العدوان، مستشفيات ميدانية، تجهيزات خاصة بعمليات ميدانية سريعة، أدوية عاجلة، ألبان للأطفال، مواد غذائية مجففة، خيم للإغاثة، لأنه كما نرى جميعا حجم العدوان وحجم الضرر الذي وقع على الكثير. لكن من دكتور وليد، هل لكم أولويات في دخول نوعية معينة من المساعدات الإغاثية، يعني ربما تقدمونها عن أخرى في ظل طبعا هذا الوضع الكارثي والمأساوي، وفي ظل عمليات تدقيق ومراقبة شديدة من الطرف الآخر؟ بالطبع الأولوية للأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية نظرا للحالة الصعبة الناجمة عن العدوان الغاشم، ثم الأغذية، أيضا المياه، لأنه القطاع يعاني من أزمة كبيرة في مياه الشرب، وهي بالطبع هذه المواد هي اللي بتكون لها الأولوية في الشاحنات. بيواجه ده بتعنت زي ما حضرتك ذكرتي، بتعنت شديد من الجانب الإسرائيلي، تعنت غير مفهوم وغير مبرر ويتنافى مع كل المواثيق الحقوقية الخاصة بحالات العدوان. قوة احتلال غاشمة لا ترتضع، لا تراعي أي مواثيق حقوقية أو أي اعتبارات إنسانية. نعم، وفقكم الله. دكتور وليد عتلم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أشكرك شكرا جزيلا.